لأول مرة في الجزائر وبحضور 100 امرأة من قدام الرياضيات، مشروع تنهينان الخاص بالتكوين النسوي والتأطير التقني والإداري وبتمويل من اللجنة الأولمبية الدولية. وإن شاء الله هذا المشروع راح يقوم بتأطير 100 امرأة جاءوا من مختلف مناطق الجزائر، أكثريتهم من الجنوب الجزائري. راح نأطروهم لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك راح نرافقوهم لما يروحوا لولاياتهم باش ينشؤوا هياكلهم الرياضية النسوية، وإن شاء الله النتيجة راح نتبعوها بعد سنة إن شاء الله. على مدار 3 دورات، 2 منهما نظرية و3 ميدانية عملية، سيتلقين الرياضيات تكوينا مكثفا يندرج ضمن مخطط يرمي إلى ترقية وتطوير الرياضة النسوية خاصة بالمناطق الصحراوية. احنا صافي بليزير بروجي كيما هذا، قلت لك مدى بينا الرياضه النسويه تتطور في الجهه تاعنا. احنا كيما احنا ولايه نعامه تقريبا نجمو نقولوا شبه منعدمه، مادا بينا حنايا يعني نتفورماو حنا باش نفورمو الجيل اللي راه جاي طالع. ما خص المرأة الصحراوية، فرحنا بزاف كي دارت هاد المبادرة باش حنايا رانا كي جينا هنا نشاركو في هاد الدورة نمدو واش عندنا إن شاء الله الجيل الصاعد. من معهد علوم التكنولوجيا والرياضة تنطلق أول دورة تكوينية تمتد لغاية أواخر شهر مايو، تتلقى فيها الرياضيات الجزائرية تكوينا تختلف فيه المحاور ولكن تتقاطع في عنوان واحد، هو الترقية وتطوير الرياضة النسوية في جنوبنا. هو شمس الدين من معهد علوم التكنولوجيا والرياضة لوكالة الأنباء الجزائرية.